أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من المشهد مع بداية شهر رمضان الذي نتمنى أن يكون هذا العام أن يحل علينا هذا العام بكل خير ويمن وبركة وسلام. نتمنى لكم جميعا حلول رمضان في كل أمن واطمئنان وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منا جميعا. دول عديدة أعلنت بداية رمضان هذا الثلاثاء، لكن بجانب الصوم والتعبد يشهد الشارع العربي والإسلامي عادة أجواء احتفالية، يحلو السهر في ليل رمضان، بينما كذلك يشهد الشهر تجمعات للعائلات وتبادل للزيارات بينها. هكذا كانت عادات الناس في شهر رمضان منذ سنين، لكن هل ما تزال الأجواء كما كانت في ظل التغيرات الهائلة التي هزت وما تزال تهز العديد من الدول العربية خاصة في الجانب الصحي والاقتصادي والأمني؟ يأتي رمضان هذا العام وبعض الأزمات ما تزال قائمة حينما ننظر إلى عالمنا العربي على سبيل المثال، كلها تنتظر حلولا في حين انضمت إلى تلك الأزمات أزمات جديدة في بلدان أخرى. وعلى وقع الحراك والثورة يأتي رمضان هذا العام كذلك في الجزائر التي ما تزال الحشود فيها تتدفق إلى الشوارع مطالبة بحكم مدني وبالتغيير الشامل. ربما تكون الصورة قاتمة بعض الشيء في العديد من الدول العربية وهي تستقبل شهر رمضان، لكن كثيرين يبدون رغبة في الفرح بأجواء الشهر الإيمانية والاحتفالية كذلك، كلهم أمل في أن يأتي رمضان القادم وقد تغيرت كل هذه الظروف إلى الأفضل. فكيف يستقبل المسلمون شهر رمضان الكريم هذا العام؟ وما هو تأثير الوضع الصحي والأمني والاقتصادي على أجواء هذا الشهر الفضيل؟ أسئلة سنحاول طرحها على ضيوفنا في حصة اليوم. أرحب بداية بالدكتور نور الدين الخادمي الوزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق ومسؤول الفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور وشكرا جزيلا لقبول الدعوة والمشاركة. رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. بداية لما ننظر دكتور إلى واقع المسلمين في هذا الشهر الكريم، يعني هناك مآسٍ كثيرة وحروب وآلام يعني نشاهدها نتابعها، أخبار غير سارة تطلع علينا كل ساعة تقريبا، لكن برغم كل هذه الأخبار السيئة والسلبية، هل تؤثر هذه الأخبار بتقديرك على يعني الجانب المعنوي الجانب الإيماني للمسلمين في العالم العربي والإسلامي وهم يستقبلون شهر رمضان هذا العام، أم أن ربما فضيلة هذا الشهر بركة هذا الشهر الشوق لهذا الشهر قد تطغى أو تجعلهم يتجاوزون ولو لحين هذه الصور المأساوية؟ شكرا لكم وتحية لكل المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، وأتقدم بالتهنئة لأمتنا وشعوبنا بقدوم هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهرا لتجاوز أزماتنا والانطلاق نحو مستقبلنا وتفكيك كل ما يتعلق بمعيقاتنا في إطار البناء الوطني والإسلامي والإنساني إن شاء الله تعالى. وهذا شهر الدعاء وندعو بذلك وبأكثر من ذلك. أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا رمضان وعلى كل رمضانات وعلى كل الزمان. ورمضان كما هو معروف في العقيدة الإسلامية والتراث الإسلامي أنه مع ذلك هو شهر مبشر بخير كثير لسببين اثنين. السبب الأول أنه شهر القرآن الكريم وفيه بركات من الله تعالى وخيرات الله وحده يعلم بأحجامها وآثارها. والسبب الثاني هو سبب موضوعي يتعلق بازدياد المناعة العامة بناء على الإرادة والإيمان وبناء على القوة المادية وسنن الانتصار وكذلك
كما يقال في علم الطب، المناعة هي تواجه الأزمات والأمراض، والمناعة تقوى في رمضان. وقلنا في العام الماضي في صيام رمضان، قلنا بأن الصيام في رمضان في جائحة كورونا يناسبه أو تناسبه المناعة بالصيام، والصيام مناعة كما قلنا. نحن نستقبل هذا العام، نستقبل رمضان بأجهزة ثلاثة إذا أمكن التعبير، بأجهزة استقبال ثلاثة أو ثلاثة أجهزة استقبال. الجهاز الاستقبالي الأول هو الجهاز العلمي الإيماني المستقر في الأمة، المستخلص من السنة والقرآن، وهو ما تقرر في هذا الشهر من أحكام وآداب ومقاصد تتعلق بالصيام والاعتكاف وعمل الخير ومدرسة القرآن وزيادة أنواع البر والتواصل والمودة والسكينة إلى آخره، مما تقرر في هذا الشهر في أحكامه ومقاصده وقيمه وأعماله. أما الجهاز الثاني وهو ما يتعلق بجائحة كورونا، وهو استقبال استثنائي اضطراري. كانت هذه الجائحة لمدة أكثر من سنة قد أعاقت العالم كله اقتصاديا وصحيا وأمنيا وغير ذلك، ونحن نستقبل هذا رمضان في ظل هذه الجائحة لنقوم بأمرين اثنين. الأمر الأول أمر تعبدي اعتقادي، أن نلتجئ إلى الله تعالى بالدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء وما في حكمه من عبادات واعتكاف وصلاة وصوم وذكر وقرآن وكذلك الإيمان والتقوى، هذا كله إن شاء الله تعالى سيواجه هذا الوباء من جهة الإيمان والعقيدة. أما الأمر الثاني هو أمر إنساني اجتماعي يتعلق بمنسوب الخير، بأن يتعاضد بعضنا مع بعض. مجتمعاتنا اليوم تحتاج إلى إغاثة وعون وتفريج الكرب وعمل خير عظيم، وأعمال، ويحتاج هذا كله إلى الأغنياء وإلى الخيرين والمؤسسات والمجتمع المدني، من أجل أن نواجه تداعيات هذه الجائحة في جانبه الاقتصادي والاجتماعي بزكوات، صدقات، أوقاف، بخبرة، بتنازل عن الديون، بتسديد الكربة المالية الصحية إلى آخره. فهذا أمر مهم نواجه به جائحة كورونا في هذا رمضان المبارك، لسبب ديني علمي وسبب اجتماعي خيري. طيب دكتور، رمضان له هذا الشق الذاتي الذي يعود بالمنفعة على الشخص في ذاته، وله الأبعاد الأخرى ربما وهي الأعمق والأهم، والمقصد الأعمق هو الذي أشرت إليه هي مسألة هذا التضامن، هذا التكافل الاجتماعي، هذه الظروف القاسية الصحية التي نمر بها جميعا. ما الذي يجعل الإنسان في رمضان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة الجميع أسرع أو يسارع أكثر من الأشهر الأخرى، خاصة في الوقوف مع هؤلاء المحتاجين؟ رأينا في كثير من الدول العربية الدولة نفسها لم تقوم بواجبها، لكن المواطن قام بواجبه تجاه أخيه، تجاه جاره، تجاه ما يحتاج، سواء على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الاجتماعي. أي سر دعنا نقول موجود مغروس في هذا الشهر يجعل الإنسان يتحرك أكثر من الشهور الأخرى في تجاه الخير، تجاه الناس الآخرين، لإبداء هذا التضامن؟ هو يتعلق هذا السؤال يتعلق بشقين اثنين. أولا يتعلق بشق المجتمع. المجتمع هو الأمة، هو الشعب، هو ما يقابل السلطة أو الحكومة. والشعب والأمة في تراثنا وديننا بل في منطق الإنسانية هو القوة الحقيقية التي تواجه الأزمات وتعضد المجهود وتقدم ما لا يمكن لبعض الحكومات أن تقدمه بناء على الوازع الديني وعلى الضمير الإنساني، وكذلك بناء على زيادة الوازع الديني في هذا الشهر المبارك. نحن شاهدنا هذا اليوم وأمس ومنذ أيام قليلة رغم المأساة والمعاناة كيف أن المسلمين في العالم، أنا شاهدت هذا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مراسلات وبرامج كثيرة، كيف أن المسلمين في العالم وخاصة في البلاد التي تعرف أزمة كورونا وتعرف كذلك أزمات أخرى سياسية فيما يعرف بمسار الثورة والإصلاح، كيف أن هذه الشعوب والحمد لله تعالى
تستقبل رمضان استقبالا بمنسوب إيماني تعبوي معنوي عال جدا، وتلاحظ في الوجوه الابتسامة والبهجة، وتلاحظ في ذاكرتهم وعقولهم تلك الذكريات الجميلة في الستينات والسبعينات عندما كنا أطفالا نصوم مع أبائنا وفي مجتمعاتنا. فالقوة الشعبية، المنظمات الخيرية، الجمعيات المدنية، العلماء، وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي، هذه كلها روافد مهمة جدا في بيئتنا العربية والإسلامية كي تقدم ما يمكن تقديمه في مجابهة جائحة كورونا وفي مجابهة آثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. الشق الثاني للجواب يتعلق بالحكومات والدول. نحن، وهذا هو الجهاز الثالث الذي أردت أن أكمله، الجهاز الثالث في استقبال رمضان. قلنا الجهاز الأول هو الجهاز العلمي الإيماني، الجهاز الثاني هو الجهاز الاستثنائي الاضطراري في جائحة كورونا، والجهاز الثالث هو الجهاز الإنساني على مستوى ما يعرف بمسارات إرباك الوضع العربي والإسلامي خاصة في الدول التي عرفت الثورة. وهذه هي المعاكسات والمشاريع الإنقلابية والارتدادية زادت الأزمة استفحالا وعرقلت مجهود المصلحين والخيرين، بدل أن تستخدم الجهود في مجابهة كورونا وفي مجابهة الملفات الاقتصادية المستعصية منذ زمن الاستبداد، بدل أن تفعل هذه الأفعال التجأت إلى الإرباك وإلى التآمر وإلى العمليات الانقلابية وإلى إعاقة الدولة من خلال ما يعرف بالدعوات الشعبوية والفوضوية. هذا الجهاز الثالث، هذا الجهاز الثالث إن شاء الله تعالى سيتآكل في رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر الانتصارات على الباطل، والانقلاب إنما هو باطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي المقابل هذا الاستقبال الرمضاني سيقوي الإيمان ويعزز القدرات النضالية والكفاحية من أجل مواجهة أي انقلاب على شرعية أو على ثورة أو على سيادة وطنية، وسيطرد المحتلين وأذنابهم في الداخل بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم في خسارة مستمرة. أقول وأختم بناء على ما قلت، هذا الشهر المبارك هو شهر الشعوب، شهر الأمة، وهو شهر العلماء والنخبة، شهر القرآن والسنة، وهو شهر تتجدد فيه الأمة كلها مهما كانت الأسباب والمأساة والمعاناة. وتاريخنا الإسلامي عرف ظروفا مثل ظروفنا أو أكثر، ولكنه انتصر بانتصار رمضان، والانتصار هو أنه انتصار على في قضية، وانتصار في مجابهة أزمة أو مصيبة أو في مجابهة عدو، انتصار على النفس، انتصار على الجائحة، انتصار على الانقلابات، انتصار على الردة، انتصار على الفقر، على العنوسة، على كل المشاكل والأزمات التي تعرفها أمتنا وستنتصر أمتنا بإذن الله عز وجل. يعني أهم سلاح عند المسلمين هي الأمة في نهاية الأمر، الأمة بمختلف مكوناتها. هل ترى دكتور، هل ترى أن هذا السلاح، هذا المعنى، معنى الأمة الذي طبعا فيه نقاش وجدال كبير فكري وسياسي، أمة الإسلامية، الأمة العربية، المنطقة الوطنية، وهذا التضييق الذي بدأ بالإسلامية صار عربية وصار فقط وطني فقط، أكيد أنه هذا موضوع آخر وليس هناك، قد لا يكون هناك تنافر بين المفاهيم كلها، لكن هل الأمة اليوم دكتور فعلا تعي، تقدر هذه القيمة، قيمة الأمة، قيمة العمل الجماعي في مواجهة أي معركة، سواء كانت معركة ضد الظلم، ضد التسلط، ضد الدكتاتورية، ضد الفقر، ضد كورونا، هل تعي الأمة قيمة هذه القيمة؟ يعني بمعنى أقصد أهمية هذه القيمة؟ رمضان والأمة جناحان لطائر واحد، هو طائر الإسلام، والأمة في مشهد رمضان حية وقوية وفاعلة وواضحة، وكذلك في التراويح وصلاة العيد، كذلك في الحج والعمرة، كذلك في الجمعة، كذلك في القرآن ومدارسته وتلاوته، وكذلك السنة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة هي قائمة وحاضرة، وهي تتأخر وتتقدم، تتراجع لأسباب وتتقدم لأسباب. وهذا التضييق الذي ذكرته قبل قليل الأخ سمير، تضييق ترابي أو إجرائي أو جغرافي،
ولكنه ليس هو تضييقا على مستوى ضمير الأمة وعلى مستوى عمقها الثقافي وأفاقها الحضرية، على مستوى مجاميعها التي هي تتجاوز الجغرافيات وتتجاوز الحدود والتراتيب والقوانين والدساتير. هذه المجاميع منها كما قلت لكم مجمع رمضان يجمع الأمة كلها ليلا ونهارا، قرآنا وتدبرا، إنفاقا وعملا خيريا، وانتصارا على النفس في انحرافها، وانتصارا على العدو في طغيانه وجبروته، وانتصارا على المستبدين الظالمين الذين هم خارج الأمة وخارج الشعوب وخارج الإرادة الحقيقية. المجمع الثاني لهذه الأمة مجمع القرآن الكريم، وهو مجمع عالمي، عربا وعجما، شرقا وغربا، كل الأمة تلهج بهذا القرآن الكريم. ومجمع آخر هو مجمع هذا الانتماء الحضاري، هذا الانتماء العقائدي، مجمع أن هذه الأمة هي بلغات كثيرة وبطوائف كثيرة وبأحزاب كثيرة، فهي فوق هذه المكونات كلها، وإنما هي فوق هذه الطوائف، فهي أمة الطوائف وليست أمة طائفية، هي أمة الأحزاب وليست حزبا سياسيا، هي أمة لغات وليست أمة لغة واحدة، هي لغة العربية ولكنها تستوعب اللغات كلها وتستوعب نعم. الثقافات والأعراق وما إلى ذلك. فإذا عنصر الأمة هو العنصر الأساس، ولذلك يقال حتى في السياسة الشرعية بأن السلطة مصدرها الأمة، فالأمة مصدر السلطة ومصدر الثروة ومصدر التحضر. هذا المعنى طبعا غاب، أن السلطة صار مصدرها القوة والتسلط والافتكاك عنوة. طيب دكتور، كيف يقوم العبد سلوكه ليكون يعني في رمضان على درجة من الإيمان المطلوب؟ يعني ما الذي يجب أن يفعل؟ والله الإنسان يجد أحيانا نفسه في فعل من غير قصد خاص وإنما بقصد عام. بمعنى أنا شخصيا وأنت أخي سمير والمشاهد الكريم، منذ شعبان يجد الإنسان نفسه محمولا على رمضان، وكلما تقدمت الأيام الشعبانية واقتربنا من رمضان وجدنا أنفسنا في سفينة رمضان، شعوريا، قلبيا، عاطفيا، عقليا، أدائيا، إعلاميا، خيريا، أسريا. أنا الآن أحدثك وأنا أشعر بشعور كنت أشعر به منذ 30 سنة وأربعين سنة مع والدي وأخواتي وإخواني وجيراني. الآن أنا أحدثك وأشعر بأن رمضان 2021 كأنه رمضان 1970، كأنه رمضان 1840 و1600 و1200، كأنه رمضان في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة هذه المجاميع، مجمع القرآن، مجمع العبادة، مجمع العلم، مجمع الصوم، هذه كلها إن شاء الله تعالى نحن نحمل عليها. بقي عندي أنا تساؤل مع نفسي وأيضا مع غيري، كيف أهذب هذا الحمل الطوعي النفسي لرمضان؟ كيف أعدل سلوكي؟ كيف أسكن نفسي؟ كيف أكيف نفسي مع ما ينبغي أن يكون عليه هذا الشهر الفضيل؟ أو مع ما ينبغي أن يكون عليه الصائم في هذا الشهر الفضيل؟ منذ يومين شاركت في ندوة دولية كان عنوانها طريفا جدا، رمضان الإسلام أم رمضان المسلمين؟ وقدمت في ذلك مداخلة واستخلصت منها كلمة أخرى تعبر عن هذا المعنى، رمضان القالب ورمضان القلب. نحن أحيانا نكون في رمضان القالب بمعنى المبنى والشكل والنمط، نصلي صلواتنا، نحافظ على التراويح، نصوم النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نفرح لليلة القدر، نقرأ القرآن، لكن هذا الصوم القالبي الشكلي أحيانا لدى بعض المسلمين لا يرتقي إلى صوم القلب، إلى صوم المعنى، إلى صوم هذه المجاميع مجتمعة بعضها مع بعض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأمرين اثنين في الصيام، يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى وجب هذا الحكم، فهو حكم شرعي واجب يلزم فعله. والمطلوب الثاني هو لعلكم تتقون، وهو المقصد والغاية والهدف من هذا الحكم الواجب. كثير من المسلمين يصومون حكما شرعيا يؤدون الواجب ولكنهم لا يصلون إلى الهدف والمقصد اللي هو بلوغ التقوى. والتقوى هي الاسم الجامع للوقاية من كل شيء، حتى من الانقلابات العسكرية الظالمة هي من التقوى، فضلا عن التقوى من خطوات الشيطان والتقوى من الجشع والأنانية والتقوى من كل ما هو شر وفساد.
وقال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، إشارة بليغة في هذه الكلمة التي لابد أن نتدارسها ونحن نقرأ سورة البقرة في رمضان. لعلكم تتقون جاءت بثلاثة أبعاد، لعلكم تتقون البعد الجماعي، فالتقوى هنا جماعية للأمة كلها، والبعد الثاني هو بعد حاضر لعلكم تتقون، وهي بصيغة الحاضر والمضارع، والآية دائما نقرأها مضارع ولا نقرأها بالماضي إطلاقا، وهي تشير إلى المستقبل، ففي المستقبل سنقرأها بصيغة الحاضر والمضارع، فهي إذن حاضرة فاعلة مؤثرة. أما البعد الثالث فهو بعد الغايات والمقاصد، بمعنى التفتوا إلى غاية هذا الصوم الذي هو أو التي هي بلوغ مرتبة التقوى، أن يكون الصائم في زمرة المتقين. فثلاث أبعاد: الجماعية، الحضور الزماني والمضارع، وكذلك المستقبل والغايات. طيب، ماذا يمكن أن نستشف دكتور في هذا الشهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوصي المسلمين عند بداية رمضان: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. ما الذي نفهم من هذا التوجيه التربوي النبوي في رمضان؟ هذا التوجيه التربوي توجيه بفوائد كثيرة في علم التربية، وفي بيان الأحكام، وفي تزكية الأنفس، وكذلك في دلائل النبوة واستمرارها عبر الزمان. إني صائم وأنت أيضا صائم، كأنه يقول له نحن في صيام، فلا يجوز لك ولا لي أن يسيء أحدنا إلى الآخر. وسبحان الله، هذا الحديث أيضا ينضاف إلى أحاديث أخرى في باب الصيام وفي باب الأداب. مجموع هذه الأحاديث كلها يقرر مبدأ المنهيات التي ينبغي تركها والواجبات التي يلزم فعلها، علوم ومجمع الفوائد، مجمع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجمع ما استقرت عليه الأمة في هذا الشهر المميز. هذا الشهر للأمة الإسلامية فقط، ليس هنالك أمة عبر التاريخ عرفت هذا الشهر بهذه المجاميع. طيب، لكن الدكتور، حتى نختم معك، واقع الأمة الآن، هذه يعني المظاهرات، الاحتجاجات، التظاهرات هنا وهناك، هذه الثورات التي ما زالت تتحرك بأشكال مختلفة في عالمنا العربي، يعني خصوصا، يعني تأثير رمضان فيها كيف يتصرف المسلم؟ لأن البعض يقول طيب، إذا جاء رمضان وشهر التقوى والالتجاء إلى الله، أنا أترك كل هذه المظاهر من الاحتجاج ومن التظاهر وأعود للبيت أقرأ القرآن وأصوم وأصلي التراويح، ولما ينقضي رمضان أعود إلى ممارسة مثل هذه. هل هذا الكلام وجيه في شهر رمضان، أم أن رمضان بتاريخنا الإسلامي شهر الجهاد، شهر الغزوات، شهر الفتوح، الإنسان يضاعف فيه من العمل بنية خالصة؟ طبعا، هل إذا اعتكف المسلمون في المساجد في رمضان، هل سيعتكف المستبدون والانقلابيون والظالمون؟ وهل ستصفد، هل سيصفد هؤلاء الشياطين؟ لأن الشياطين تصفد وتغل، وشياطين الجن وشياطين الإنس في رمضان بعضهم يعمل ما يعمل، يفعل ما يفعل، يأخذ مكان الشياطين المصفدة. نعم، تصفد الشياطين، وفي ذلك تفسيرات كثيرة للعلماء. يعني قصدي شياطين الإنس تأخذ مكان شياطين الجن في رمضان حينما تصفد الأخرى. أي بالوكالة يعني. بالوكالة، نعم. ولذلك حتى هذا الحديث فيه كلام للعلماء جدير بالبيان والتحقيق. نعم. ولا ليس هنالك مجال الحديث عنها الآن. الخلاصة، نعم. الخلاصة أن شهر رمضان كما قلت هو شهر الجهاد، شهر الفتوح، شهر الغزوات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصور كثيرة. هذا أولا. ثانيا، المظاهرات في بلادنا العربية والإسلامية في غالب أحيانها تخرج يوم الجمعة، خاصة المظاهرات التي عرفتها الثورة العربية منذ 2010 و2011 في مصر، في تونس، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، في الجزائر. هذه المظاهرات كلها تخرج يوم الجمعة. وأذكر أنني كتبت هذا وأقول للإعلام ولا حرج في ذلك، يعني في 2011-2012 كان كل جمعة يخرج وينتهي طاغية أو بداية طاغية، فسمينا يوم الجمعة سميناه يوم رحيل الطغاة، يوم رحيل المستبدين. يوم الجمعة هو يوم مبارك عند المسلمين، وفيه فريضة الجمعة،
ومع ذلك المسلمون لم يفرقوا بين صلواتهم الجمعة وبين حراكهم الاجتماعي الشرعي الذي هو بأحكام شرعية، ومن الأحكام الشرعية الحرية ومنع الفساد ومنع الاحتلال، وكذلك من الأحكام الشرعية أن توزع الثروة بعدالة، وأن يمكن الكفء والأهل، لا أن يمكن الرويبضة التافه الذي لا وجود له في النضال ولا وجود له في مواقع العلم أو الدولة أو المجتمع. فهذا كله يعبر عن مفهوم واحد في رمضان، هو شهر الانتصار، الانتصار على النفس، الانتصار على العدو الخارجي، وكذلك الانتصار على العدو الداخلي الذي هو معدل على العدو الخارجي الذي هو يعادي شعبه ويبيع بلاده ويخون وطنه تحت عنوان الوطنية والديمقراطية والثورة. ولذلك وأيضا هذا شأن داخلي لكل دولة أن تقرر هل ستنتفض يوم الجمعة أو في رمضان بالليل أو بالنهار، هذا شأن الشعوب وشأن الجمعيات وشأن المعنيين بهذا. ولكنني أتحدث الآن وفي منبر إعلامي أتحدث من الناحية العلمية الموضوعية ومن الناحية الشرعية. الناحية العلمية الشرعية تقول بأن رمضان هو شهر الطاعة وترك المعصية، والاستبداد معصية بل من أكبر المعاصي بعد الشرك بالله تعالى، ومن الطاعة كذلك إقرار العدل، بيان الحقوق، كذلك تمكين الشعب من العمل من الاقتصاد، تمكين الشباب من حقهم في الشغل في الزواج في الأسرة. فهذه كلها حقوق إسلامية وإنسانية لها آياتها في القرآن والسنة، وإعمالها في رمضان هو إعمال لطاعة مطلوبة في رمضان وفي سائر الزمان. وكذلك المعاصي والمنكرات هي منكرات أقوال ومنكرات أعمال ومنكرات حكومات وأنظمة، ومقاومة هذه المنكرات بحسب سياقها الشعبي في إطار الخصوصية والسلمية والضغط المحلي الوطني، هذه المقاومة لهذه المشروعات الإفسادية الفاسدة من العمل الصالح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. التفريق، وأختم بهذا، تفريق بعض المسلمين يفرقون، وهذا من الخطأ في الفهم والممارسة، يفرقون بين أن يقول لك هو رمضان اعتكاف وصلاة وصيام وذكر وكذا، ولكنني لا أدخل لا في سياسة ولا في مجتمع لا لا، هذا فهم أبتر، نسأل الله التوفيق والتسديد، ولكنه فهم مبتور من جهة ما يتعلق بالشأن العام. هو موفق من جهة العبادة والاعتكاف، نسأل الله أن يثيبهم على اعتكافهم وصلواتهم وصدقاتهم، وهذا من إيمانهم، لكنه إذا لم يكن في إطار اجتماعي في إطار سياسي في إطار حضاري فهو معنى مبتور وفهم مبتور. لابد أن يفهم أصحابه أن رمضان مفهوم عام يتعلق بالأمة، يتعلق بالانتصار على كل شيء فاسد ومنكر، ويتعلق كذلك بجميع الأحكام العبادية والتعاملية الحضارية والإنسانية وغير ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين الخادمي مسؤول الفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ما قدمت وأفدت، ومرة أخرى رمضان مبارك لك ولكل الأصدقاء ومن تحب. معي من بسكرة الآن في الجزائر الدكتور نور الدين زمام المختص في علم الاجتماع. دكتور مرحبا بك ورمضانك مبارك إن شاء الله، شكرا لك على قبول المشاركة معنا. معك دكتور باعتبار تخصصك كذلك في علم الاجتماع، المجتمعات العربية والإسلامية أكيد لها باع طويل مع رمضان ومع استقبال رمضان، برغم طبعا المشاكل والأزمات التي تمر، لكن لما يأتي رمضان وكان الناس ينسون كل هذه المشاكل ويقبلون على شهر رمضان هذا الغريب الذي يمر بسرعة. بتقديرك دكتور اجتماعيا يعني في العلاقات الاجتماعية، ما الذي تغير في رمضان من سنة إلى أخرى؟ يعني قبل 2011 ربما كان رمضان بشكل معين، ما كانش فيه ما يسمى بالثورات العربية، ما كانش فيه، كان الأمور أكثر استقرارا في ظل بعض الأنظمة المتسلطة. بعد 2011 دخلنا في هذا الجو، في هذا المسار الجديد دعنا نقول من التغيير كل على شاكلته، هل أثر هذا في علاقة الناس بشهر رمضان في المقاربة التي يعني يتناولها المسلم في شهر رمضان هذا الواقع السياسي الجديد؟ رمضان كريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يبقى طبعا رمضان محطة هامة بالنسبة للمسلمين على مر العصور
والتاريخ محطة يعني لتجديد الإيمان، لتجديد الطاقة، لتجديد المناعة النفسية. ولكن كما تفضلتم يعني تغير كبير حدث في السنوات الأخيرة في المجتمعات العربية والإسلامية. طبعا كان فيه من قبل كان فيه إحباط ولكن دون تنفيذ، وكان فيه شكوى دون التعبير عنها بشكل ما. ولكن منذ سنوات أصبح هذه الشعوب العربية التي كانت تقضي رمضان في جو من أحيانا من الإحباط والحسرة، خاصة طبعا المتضررين، طبعا أنا أتحدث عن الذين يستفيدون من كل شيء حتى من الحروب لا أتحدث عنهم. يعني هذه المرة استطاعت هذه الشعوب ومنذ سنوات أن تعبر عن نفسها بالرغم مما حدث من تنكيل بهؤلاء الناس، بالرغم من بعض الانتصارات الصغيرة جدا، وبالرغم من سرقة الثورة في كثير من البلدان، ولكن هناك نفس جديد يعني لدى العالم الإسلامي، هناك افتخار وهناك يعني ثقة في النفس مرة أخرى، لولا طبعا عوامل كثيرة وكثيرة يعني داخلية وخارجية لكانت الآن الشعوب الإسلامية والعربية بأكملها تعيش ربما لحظات سعيدة جدا، ولا استقبلت هذا الشهر بمزيد من السرور ومن الفرحة والمزيد من يعني الاستعداد لكي يعيشوا هذا الشهر يعني بطريقة جيدة. العلاقات لم تتغير طبعا، ممكن بقى ظهرت بعض الشحناء وظهرت يعني عصفت بنا بعض يعني بعض الاختلاف، بعض الخلافات الحادة نتيجة انقسام الناس بين راض بالمذلة، وهناك من يرضى حتى بفقه المذلة، وبين من يرفض هذه الأوضاع ويتعاطف مع الناس سواء بالعمل الجمعوي أو بالتعبير عن ذلك بلسانه وبكل ما يملك من أجل أن يتغير وضع الناس نحو الأحسن يعني طبعا. وهؤلاء هم الذين لا يزال واقفون يعني في هذا الشهر، وممكن سيستفيدوا أكثر من هذا الشهر، سيعطيهم قوة كبيرة جدا لأنهم سيتحصنون بالله رب العالمين، وسيكون هذا يعني دفع جيد يعني لهم يعني. طيب دكتور، على مستوى التضامن، التضامن بين المسلمين، رمضان هو شهر التضامن، هل هذا المعنى ما زال قائما أم أنه دخلت الفردانية في نفوس حتى المسلمين حتى الملتزمين منهم، صار نفسه قبل غيره، ما عادش لا يؤمن أحدكم إذا بات شبعان وجاره جائع، كل هذه المعاني ربما بدأت تنتفي عند البعض، هل معنى التضامن ما زال قائما يتوطد يتوسع بحكم الأزمة الصحية على سبيل المثال، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها معظم بلداننا، أم أنه دعنا نقول هذه حب الذات وحب النفس وتقديمها على الآخرين هو الذي طغى، يعني المادية طغت على الروحانية عند المسلمين، كيف تنظر أنت للواقع؟ طبعا طبعا هناك عوامل كثيرة أثرت على الروابط الاجتماعية بين الناس وأضعفت هذه الروابط، ليس على مستوى العالم العربي الإسلامي، على مستوى العالم بأكمله، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، عوامل اجتماعية، عوامل فردية يعني أنا صح طغت الفردانية وأصبح الإنسان يفضل أن يتمتع لوحده يعني بالموضة بكل شيء، ولكن رغم ذلك وجود العبادات في حد ذاتها، مختلف العبادات يعني الصلاة والزكاة والصوم خاصة إلى آخره، ما دام رانا مقبلين على شهر رمضان، هذه دائما هي علاج لهذه الروابط التي تتمزق. دائما هذه العبادات الحمد لله رب العالمين أنها تتجدد كل أسبوع، كل وقت بالنسبة للصلوات، كل سنة إلى آخره، هذه العبادات تبقى دائما هي ذلك المرهم الذي يعالج هذه المشكلات ويزيد من تمتين العلاقات. نعم هناك كثير من الناس انصرفوا وليس عندهم استعداد لفعل الخير على كل حال، وليس عندهم استعداد للعمل الجمعوي حتى مع أهلهم، حتى داخل بيتهم مع أخوه ولا أخته وأمه، أحيانا هناك من لا يحسن حتى لأمه وأبيه يعني. ولكن هناك كثير من الناس وكثير من الجمعيات، الآن أنا لاحظت بعض الجمعيات بدأت منذ أيام كثير يعني بدأت تستنفر وبدأت تجمع في المؤونة والسلع من أجل تضميد جراح المحتاجين والفقراء. إذا يعني الناس أصناف يعني في كل الحالات وفي كل وقت، وإن شاء الله يكون هذا الشهر، وأنا متأكد أن الشهر سيزيد من هذه اللحمة وسيعالج تمزق الروابط الاجتماعية
ونتمنى أن تستمر هذا العلاج وتستمر هذا المرهم إلى ما بعد رمضان. ما دور الدين في علاج الأنانية دكتور؟ طبعا الدين بالنسبة لمنطقتنا خاصة يعني مهم جدا، يعني هناك بعض الشعوب عندهم أخلاق عالية وعندهم حكم منذ آلاف السنين، مثل ما نجد عند الصين أحيانا عندهم حكم منذ آلاف السنين، استطاعت أن تجعل هذه المجتمعات مترابطة وتحب الخير وتفضل التماسك الاجتماعي إلى آخره والانسجام بين بعضها البعض. نحن في منطقتنا الدين أساسي وعامل ضروري جدا. نعم العرف مهم جدا، ولكن الدين هو أكبر الوسائل وأهم عامل من العوامل لتضميد يعني. وحتى العرف دكتور يعني متأثر بالدين في كل حالات. طبعا هو العرب بالنسبة للمسلمين على كل حال، نعم. حتى الذين يعيشون في البلدان الإسلامية من يهود ومن مسيحيين تأثر بالعرف الإسلامي، يعني نشأ عرف إسلامي وهو ليس غريب عن دينهم، لأن الأديان كلها دين واحد على كل حال. الدين هام جدا جدا، ولذلك كلما تتجدد مناسبة الدينية كلما رأينا بأم أعيننا كيف يعني هذه البسمة التي تعلو الوجوه وكيف يميل الناس إلى فعل الخير رغم المنغصات الكثيرة جدا، ولكن هناك إقبال على فعل الخير وعلى تماسك الناس وعلى حبهم لبعضهم البعض، وهذه يلاحظها حتى الغريب، حتى الكثير من الغربيين لما لاحظوا ذلك في مجتمعاتهم، في مجتمع مثلا المغاربة أو غيرهم من الشعوب، لاحظوا هذه الأشياء وجعلتهم يقبلون، ربما يجعل بعضهم يقبل على الإسلام رغم كل هذا التشويه، وجعل بعضهم يعني يتعاطف مع قضايانا في العالم العربي والإسلامي. الروابط الأسرية دكتور، ما تأثير رمضان دعنا نقول عليها؟ لأنه رأينا في فترة الحجر الصحي بسبب الجائحة مشاكل ومصائب داخل الأسر بصراحة، وحالة الطلاق زادت اعتبار الناس كلها في غرفة واحدة وعلى رأس على بعضها يعني. الآن يأتي رمضان وفي الأجواء نفسها ليست بعيدة جدا عن الحجر الصحي، هل تتصور أن رمضان قد يساهم في حلحلة بعض المشاكل الأسرية، أم أنه مع الجائحة يزداد الصيام فربما تزيد الأمر ينفجر أكثر؟ كيف تنظر أنت لواقع الأسرة في رمضان في هذه الجائحة التي نمر بها؟ أكيد أن سيكون هناك يعني آثار سلبية وآثار إيجابية على الأسر، يعني خاصة في هذه الظروف وهذا الجو، ولكن يبقى الأمر مرهون بمدى وعي الوالدين، يعني خاصة الأم وصرامة الأب، يعني إذا هم باستطاعتهم، يعني هذا الأمر اختيار، يعني باستطاعة الأسر أن تستفيد من هذا الشهر لكي يعني تجعل أبنائها ممكن أكثر إقبالا على بعضهم البعض، وستكون تلك المائدة إذا حضروا كلهم مع بعضهم البعض إذا كانوا يحضروا، لأن لاحظنا أن الأب وبعض الأبناء يذهبون إلى المسجد، لما يرجعوا يكون الآخرين الآخر الأطفال الآخرون وبعض الشباب خرجوا إلى الشارع للتدخين، فلا يلتقوا مع، ثم يبقون في الشارع إلى غير الساعة 2-3 صباحا، فلا يلتقي مع والديه، ولكن يبقى الأمر مرهون بالأسرة. إذا استطاعت الأسرة أنها تجمع أبنائها، وإذا استطاعت أن تبث شوية ثقافة الحوار، لأنه من الصعب كثير من الأسر لا تستطيع أن تتحاور، إذا استطاعوا أن يكون هناك حوار وتقبل الأبناء ذلك وكانت تأثير للأصدقاء، لأن لا تنسى أن الآن الأصدقاء هم أكبر شريك مع الوالدين في تربية أبنائهم، يعني الشريك إذا كان الصديق جيدا ستجد ابنك يقبل على والديه ويقبل على الطاعات، وإذا كان سيئا سترى أثر ذلك على علاقته مع والديه. إذا كان نتمنى أن يكون لهم شركاء جيدون، ونتمنى أن يقوم الأب والأم يقوموا بدورهم وأن يستغلوا هذا الشهر، يعني العبادات والمناسبات والظروف وكل شيء هي في الحق فرص في أيدي الأسر التي تحسن استغلالها، أما الأسر التي لا تتحاور ولا تملك القدرة على ذلك طبعا لن تستفيد لا هي ولا أبنائها من هذا الشهر، وسيمر وربما كما قلتم سيزيد من تعقد ومن تأزيم يعني الوضع والعلاقات بينهم يعني داخل الأسرة. دكتور نور الدين زمام أبقى معي، سأعود إليك بعد قليل لو سمحت. ينضم إلي من الجزائر الباحث في الشريعة الإسلامية الدكتور تهامي ماجوري. دكتور ماجوري مرحبا بك، ورمضان كذلك مبارك لك ولكل الأسرة. سؤال روتيني يعني يتكرر في كل شهر رمضان يتعلق بعملية استقبال هذا الشهر، بتقديرك ما هي النصيحة التي
يمكن أن توجهها لكل من يتابعنا من المسلمين وخاصة في الجزائر؟ كيف يستقبل رمضان؟ ما هي الطريقة السليمة في استقبال هذا الشهر والاستفادة منه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية لك وللمشاهدين الأكارم. صح رمضانكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، وأعده الله علينا وعليكم بالخير. هذه الفرصة هي فرصة التعبد، فرصة التراحم، فرصة التواد والتعاطف وتقوية الروح وبنائها. هذه فرصة من الفرص التي هي نادرة في سائر أيامنا. فشهر رمضان في الحقيقة هو فرصة للأمة بأن تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتقوي ما بينها من أواصر المحبة وبأواصر التعاطف والتواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الفرصة هي التي يكثر فيها أولا تلاقي العائلة عندنا في المغرب العربي بشكل عام وفي بلادنا الجزائر بشكل خاص. قلما تجتمع العائلة على مائدة واحدة إلا في شهر رمضان، وهذه فرصة طيبة لأن تلتقي أهل العائلة الواحدة بأن يلتقي ويتحاوروا ويتناولوا مع بعضهم هذا اللقاء اللي لا يلقوه في سائر الأشهر. تأتي كما يسموه بالفرنسية الديتكتور، يكون عنده مؤشر دائما يسوقه أو يقوده إلى حيث الخير وحيث القبول وحيث الرضا الإلهي. فنسأل الله أن يكون هذا الشهر المبارك على الأمة، وتراقب الأمة نفسها حتى تستفيد منه، والله أعلم. دكتور، الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شهر رمضان نفحة من نفحات الله. ألا إن لله في دهر نفحات، ألا فتعرضوا لها، يعني أبحثوا عنها. ويقول في الحديث: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ماذا نفهم من هذا الحديث دكتور مجهول؟ نفهم أنه حديث آخر، الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كانت سائر العبادات للإنسان ومنها الأركان الأربعة كلها للإنسان، وبها يعني يبحث عن مصالحه ويبحث عن ما يفيده هو، إلا الصوم فإنه لي، لأن فيه خصوصية أنه يمكن للإنسان أن يدعي أنه هو صاحب كل شيء. فالصوم لا يستطيع أن يدعي أن فيه شيء. لما يصوم الإنسان ويمسك وتكون عنده روحانية عالية، هذه أمر بينه وبين الله لا يعرفها أحد. فهذه النفحة، هذه الربانية، لا توجد في غير هذه العبادة. فهذا هو ربما المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتنام هذه الفرصة التي لا تكون في غير رمضان. جيد. سؤال آخر دكتور مجهول، ثم أعود للدكتور زمام، يتعلق بسلامة الصدر في شهر رمضان. أن المسلم من الأشياء التي لابد أن يجهز نفسه لها وهو يستقبل رمضان أن يكون صدره سليما في علاقته بالآخرين، وهذا ليس بالأمر الهين دكتور مجهوري. هو الحقيقة رمضان هو فرصة لأن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس. أما الطبائع التي اكتسبها في سائر السنوات والسائر يعني في العمر كله، في الحقيقة تلك القيم يصعب انتزاعها ويصعب التخلص منها، لكن روحانية رمضان تساعده على ذلك. فالذي يستطيع أو يريد التخلص من السلبيات، هذه عنده فرصة، لأنه في رمضان
الروح الشريرة تضعف، والروح العلية والعلاقة بالله سبحانه وتعالى يعني تقوى. ولعل هذا مفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن رمضان تفصد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، يعني عبارة على أن هذه فرصة تمكن الإنسان من أن يعني يتخلص من بعض سلبياته. رمضان لا يعني لا يقلب الإنسان الشرير خيرا 100%، وإنما هو فرصة لأن يتحول الشرير إلى خير. ولعل من عوائدنا، هناك عائدة عندنا في الجزائر ولعلها تشمل الشمال الإفريقي، وهي أن عندنا العصاة يعني المدمنين على الخمر أنهم يمسكون عن الخمر لمدة 40 يوم حتى يقبل الله عنهم رمضان. نعم، هذه في الحقيقة هي عرف، ما يش دين دكتور. حتى اللي ما يصليش ولا يصلي في رمضان حتى يقبل منه الصيام كذلك. بارك الله فيك. فهذه أيضا من المكارم تاع هذا، وهذه من الفرص التي، فالإنسان الذي يريد أن يقلع عن التدخين، يريد أن تكون له سلامة صدر، يريد أن يبتعد عن المعاصي، يريد أن يرتبط بالصلاة. نعم. فشهر رمضان إذا داوم على هذه العبادات ستغير منه بعض ثوابته السلبية. طيب. التي عاش بها قبل رمضان. دكتور ابقى معي. الآن سنفتح الخطوط مشاهدي الكرام، الأرقام موجودة في أسفل الشاشة. أسئلة سريعة جدا، ليس لا تعليق ولا رأي. سؤال عن الدكتور نور الدين زمام مختص في علم الاجتماع، وعن الدكتور تهاوي مجوري مختص في الشريعة. سؤال على السريع رجاء حتى نستفيد من الأستاذة معنا ونستفيد من أسئلتهم أنتم كذلك، لأنها بالأكيد تثري هذه الحصة. أبدأ مع الأخ محمد من فرنسا. مرحبا يا محمد، ورمضانك مبارك إن شاء الله. السلام عليكم يا سي سمير ولا ضيوفنا الكرام. وعليكم السلام. أما جوري هذه المرة الثانية إن شاء الله أسئلة. كلمتوا على كل شيء إن شاء الله، الحمد لله خير مكذان، ولكن للأسف الكبير السجناء، الأفراد السجناء غير المسلمين، عندما دخلت الكورونا أفراد كانوا كل أفراد السجناء في أوروبا حتى أصحاب الجرائم. احنا بالعكس، احنا عندنا ناس قالوا حرية التعبير وكاين لهم عندهم 30 سنة. واضح. وكذلك راهم يموتوا في السجن وبالأمراض. يا ليت ثاني كذا. انا الفقير ينجم الناس يعطوا الخبز ياكل، يشرب الماء برا، يطلب يشرب. نعم. اما العسير اهله مغبونين، هو مغبون صحيح، وكاين لهم يخرجوا فيهم موتى من السجناء. كل العرب ماشي يعني جيد. وصلت فكره اخي محمد، سنسال الاساتذه عنها وسننتظر تعليقهم. عمار من ام البواقي. عليكم. وعليكم السلام. صحة رمضانكم صحة الدولة. بارك الله فيك. علينا وعليك. أخويا تفضل. أقسم بالله العظيم، هم جماعة ثم العلماء أمهات ثم، والله العظيم سعد لهنا حنا لهنا، وسيرتو في أم البواقية. المؤمنين هذم ليكم تحكيو عليهم درك في التلفزيون، وارواحوا ديروا رونكيت بالصوارة وكلش. أقسم بالله إلا يتعاو 99% ما كانش. تكثر السرقة، يكثر الغش، يكثر الترافيك. والله العظيم الجمعيات اللي هنا، احنا اللي هنا يعني عايش في الشبل، والله كيلو سكر لا يتسعى، رام بوندية، رامي ترافيكيو، يبيعوا يخرجوا من عند الدولة هذه اللي تسمي روحها دولة، ويبدأوا يلغوا في الدعوة. والله أخويا شوفوا. والسلام عليكم. شكرا يا عمار، وعليكم السلام. فعلا مشكلة كبيرة مش في الجزائر بس حقيقة، هالاحتكار هذا وغيره مصيبة في شهر رمضان. محمد من الجزائر. محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخويا سمير يقول للشيوخ ينصح واحد صحفيين تاع المغاربية، الأخوان نشوف فيهم باللي غلقوا ببن طوبة، غلقوا ببن طوبة عن النظام الجزائري. أنا أشوف فيكم، باللي غلقتوا ببن طوبة على المسؤولين الجزائر.
لازم ينصحكم شويه، يتهمكم شويه ان شاء الله. شكرا يا اخي محمد، شكرا محمد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عمر من بريطانيا. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل باختصار يا اخي عمر. سعد من جوجوا. تفضل يا عمر. الو سعد من جوجوا. اريد ان اسال برك من؟ عمر من بريطانيا، تفضل يا اخي عمر. نعم اسمع. الصوت متقطع. تفضل كمل كمل. ألو. عمر تسمعني الان؟ اي نعم احسن، تفضل. نعم كنت عايز اسال الشيخ على كلمه الروحانيات. من اين اتت؟ يعني لم اسمعها عن الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم، من اين اتت كلمه الروحانيات؟ بارك الله فيكم. السلام. شكرا عليكم. جزيلا لك، وعليكم السلام. طيب انا خليني السؤال الاول نوجهه للدكتور تهامي ماجوري، المتعلق بملاحظه اخونا محمد من فرنسا، يقول حقوق السجناء اللي هما عندهم، فما الناس عندهم سنوات الله من التسعينات موجودين هناك، ربما عددهم 100-150، وهناك آخرين وقع إلقاء القبض عليهم وهم في الحراك، يعني الآن ربما رمضان في يعدوه في في في, في السجن. كلمة في شأن هؤلاء، يعني لأنه من حقهم أن يعيشوا مع أو يقضوا رمضان مع أهليهم، خاصة أن كثير منهم لم يتجاوز القانون حقيقة. دكتور ماجوري، هو في الحقيقة المشكلة تاع السجناء هذه، أنا قبل حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر درت فيديو وطلبت السلطة أن يكون لها موقف شجاع في هذه المسألة. نعرف دائما في البلدان لما يكون هناك تحول سياسي يكون دائما عفو، يكون هناك نوع من التعامل مع سياسيين معتقلين من قبل. ففي أحداث 88-89 الرئيس شاذلي بن جديد رحمه الله عفى عن المسجونين الذين كانوا من جماعة مصطفى بويعلي، ولما جاء بعد الحراك أيضا هناك سجناء من التسعينيات طالبنا بأن يكون إطلاق سراحهم أو إعادة نظر حتى في المحاكم، المحاكم الخاصة نفسها. نعم. الشيخ علي جدي قبل 2 أو 3 شهور قبل وفاته بقليل دار مراسلة إلى رئيس الجمهورية وطالبه بأن يعيد النظر في هذه المسألة السجناء التسعينيات. لماذا؟ لأننا في ظرف آخر غير الظرف الذي سبق. نحن نعرف دائما محكوم عليهم بالإعدام أحيانا ويخرجوا. الذين سجنوا في 63 من جماعة آيس أحمد، جماعة نفافات، سجنوا وأطلق سراحهم لما وقع التحول في 65، ثم في بعدها في يعني خلال الستينيات كلها. نعم. لما جاء 89 عفي عن آخرين، لما هذو أيضا الذين حكموا في التسعينيات ولازالوا لحد الآن 30 سنة، منهم ربما اللي ما غير لم يحاكم ربما ما أدري، لكن كنا ينبغي أن يعاملوا معاملة سياسية شجاعة، يعني من غير ما نتكلم على الجانب الاجتماعي والجانب اللي إنساني كذلك دكتور عادي. فرمضان طبعا له خصوصيات أيضا، تمنينا انه الحكومه ولا السلطه تتعامل مع رمضان يعني اكراما لهذا الشهر. نعم. ترحيبا به في وسط الامه، ان تكونه بشيء من العفو عن بعض من تتوقع او من ترى انهم اخطاوا او من ترى انهم ما يستاهلوش وش تعاملوا بهم معه. والله اعلم. حتى التعامل الانساني يا دكتور، في ناس مرضى، يعني في ناس كبار في السن، في ناس ظروف خاصه، هناك من انهى محكوميته كذلك، يعني على الاقل من الجانب الانساني في هذا الشهر الرحمه وشهر البركه على الاقل. سعود اليك دكتور ماجوري. بكل تاكيد انا اتكلم عن المواقف السياسيه. اذا نعم. كان المواقف السياسيه هي اللي لازم تكون صحيح أكثر. صحيح. الانسانيه بتحصيل حاصل. يعني صحيح. الانسان يرى عباره على تكرم متفضل من صاحب الفعل، لكن الموقف السياسي ضروره سياسيه لاستقرار اجتماعي. صحيح. ينبغي ان تكون. صحيح. ابقى معي دكتور، ساعود لك في سؤال ختامي. دكتور زمام، ما اشار له عمار من ام البواقي،
عملية هذه الاحتكار والسرقة الغش يعني الأثمنة تتضاعف أضعافا مضاعفة في شهر رمضان، حتى الإنسان الفقير ما عاش خالط على أي شيء. يعني صحيح هناك ناس وجمعيات تبذل ما تستطيع، لكن لماذا الدولة على سبيل المثال في شهر رمضان لا تضرب من يد من حديد على هؤلاء المحتكرين، هؤلاء الذين يعني يقيضون حياة الناس بالمال ولا يعتبرون شهر رمضان شهر رحمة وشهر بركة؟ يعني للمراقبة وعقاب المسيء، لأنه عندما آمن ذو التجار من العقاب، يعني كما يقال من آمن من العقوبة أساء الأدب، عندما آمن يعني أصبحهم لا يخشون أي أحد، يعني يحتكرون يغشون يزودون في الأسعار، ليس هناك قوة رادعة يعني. وهذه من علامات ما يسمى بالدولة الرخوة، صمت يعني ستيت. الدولة الرخوة هي الدولة التي لا يحترم فيها القانون، هي فقط عصية وشديدة على من يقدم النقد ومن يحاول أن يصوب مسارها، ولكنها تتعامل مع مثل هؤلاء الناس برخاوة كبيرة جدا. وإذلك العلماء تكلموا على الدولة الرخوة التي لا تستطيع أن تفرض القوانين على مثل هؤلاء الناس تراقبهم، ولذلك وصل الحال في كثير من المناطق الى يعني وضعيه. هو يا دكتور زمام يعني ماش باش ندخلوا حاجه في حاجه، لكن هذا كله في سياق واحد. يعني الناس اللي يخرجوا في الحراك على سبيل المثال ما شاء الله الوقوف بكل جديه وبكل صرامه، وليس هناك اعتبار لا للسن صغيرا كان ام كبيرا وتخويف وكذا. طيب اليس اولى الوقوف ضد هؤلاء الذين يعني يبثون هم نفسهم الفتنة في المجتمع؟ إذا كان هناك مجتمع بهذا الشكل وكله احتكار، لماذا حرم الإسلام الاحتكار؟ أليس من أجل المحافظة على بناء المجتمع واستمرار هذا؟ يعني أيهما أخطر، مواجهة المحتكرين ولا مواجهة ناس يطالبون بحرية التعبير وبأشياء منطقية؟ يعني طبعا هو ماذا ننتظر يعني من نستطيع أن نلخص أداءه ومشهده السياسي وطريقة عمله وآلياته مختلفة الاقتصادية وغير الاقتصادية، أنها في كلمة واحدة أنها احتكار. هي تحتكر المشهد السياسي وتحتكر الثروة وتحتكر السيولة وتحتكر كل شيء. لا يمكنها أن تحارب المحتكرين الذين يحتكرون السلع، يعني هذا يتطلب تقاليد ويتطلب يعني دربة، يعني أن يتدربوا على ترك هذا الأمر المنكر وعلى مراقبة الناس. مواجهة الذين يثرون على هذا الوضع، أنا في الحقيقة هذا أنا ما يؤسفني ليس مواجهة هؤلاء الناس، ولكن كثرة الذين يبررون ذلك. للأسف نشهد هذه المدة شيء مؤسف جدا، صحافة ترتزق من الكذب كما قال الله تعالى سبحانه عز وجل يجعلنا رزقهم أنهم يكذبون. كثير من الذين يتصدرون وسائل التواصل نساء ورجال وشباب ومتدينون أشباه المتدينين، يعني يتحدثون عن الناس الذين يريدون تصويب العمل السياسي والذين يريدون إرجاع الجزائر إلى السكة، يواجهونهم بكثير من الافتراءات ومن البهتان ومن الكذب. يعني هذا شيء مؤسف. ماذا ننتظر؟ أنا الحقيقة متشائم إلى حد كثير من هذا الوضع، وسيبقى الأمر ستبقى يعني الأمور على حالها ما لم يكن هناك إرادة حقيقية من الرجال الوطنيين الحقيقيين أن يتصدوا لهذا الوضع وأن يرجع البلد إلى مساره الصحيح، وأن تفتح ورشات للنقاش ولإعادة تصويب ما ولإعادة السكة إلى طريقها الصحيح. شكرا دكتور، ابقى معي سأعود إليك. معي الأخ رزقي من تيزي وزو، تفضل يا رزقي. رزقي السلام عليكم. وعليكم السلام. أخويا المرة اللي فاتت في جمال بن شنوف كان قالنا بلي نهار السبت غادي نديروا حراك من الكبار في الجزائر. صوت بعيد يا رزقي، الصوت بعيد يا اخي رزقي، غير المكان. طيب الاخ محمد من فرنسا. مستر كاين الحق ما يكونش الظلم. محمد؟ وي تفضل يا محمد، انت على المباشر. سمعتني؟ تفضل. الو. مستر كاين الحق ما يكونش الظلم. الو. طيب راح. طيب الو. طيب الاخ الاخضر من باتنا الاخضر شور من عين توتا.
تفضل تفضل. ولكن الفضل والشكر نهبر. الو الو تفضل يا اخي كمل كمل كلامك تفضل بالسؤال. والله يا اخي راكم تهدروا على الاسلام وراكم تهدروا على الدنيا اوكي. من الاسلام انا عندي 55 سنه من اللي توضر ما كانش في عمر 81 سنه ما شاء الله. 55 من 65 ورجع لهون ما كانش الاسلام غير بالفم وبالهدره وفتت مكان لا في الشعب لا في الحكومه لا في الدوله لا في اي بلاصه. ما ايش تقصد يا حاج احاج حاج شوي شوي ايش تقصد ما كانش الاسلام؟ يعني الناس تصلي وتصوم في رمضان وكذا ماذا تقصد ما كانش الاسلام؟ ما كانش منها يصلي صح يصوموا صح يتوضوا صح يهضروا صح بس حتى تبيت ما كان والو يصلي ويصلي قدام الناس كلش بيان قدام كيما هذوك اللي يديروا بريزونتان تاع السلعه اللي خلقوهم ذرك البوبيات هذوك. يعني تقصد موجود الشكل والظاهر لكن الحقيقه غير موجوده يعني؟ ما كانش الحقيقه ما كانش ما شفتش الحقيقة بين هالذرة ما كانش لا في أي شرطة 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 أي واحد عكاين له ولا مسؤول. واضح وضحت يا حاج شكرا نكتفي بهذا القدر لأنه فيه متصلين آخرين كثر. عبد الرحمن من لندن. السلام عليكم سليم والسلام على وعليكم السلام تقرير العربية. أنا لي سؤال برك الأخوة هادو يعني ناس كان فيها حكام ماشي في المستوى ويحكموا وكيفاش المشكل تاعهم هادو ما يحبوش يروحوا يشوفوا في دار يعني ما يخدموش المجتمع ما يخدموا البلد ولا سنين في الحكم. كيفاش المشكل تاعهم هادو يعني كل واضح واضح كيفاش المصير تاعهم يعني واضح. شكرا عبد الرحمن شكرا. دكتور ماجوري لو عندك جواب سريع للعمر قبل في الفترة الأولى لما سأل على كلمة الروحانيات من أين أتت وكأنه يشير أنها كلمة دخيلة علينا وما مش موجودة في الإسلام، ما هل لديك رد على هذا؟ طبعا عندي رد لأن الإنسان له مكونات الأربع. نعم. العقل والعاطفة والغريزة والروح. نعم. وهذه الأربعة ينبغي أن تشبع بمقادير معينة حتى يكون متوازن. فبناء الروح هو العبادات. كل ما هو عبادة لماذا الروح؟ الروح لأنها تتطلع إلى الغيب، تتطلع إلى الأمثل، تتطلع إلى المثل العليا. هذا ما أقصد بالروحانيات. أما ما يقوله أولئك جماعة تحذير الأرواح وجماعة تناسق الأرواح هذا لا شأن لي به. أنا عندي روح قال عنها الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بها يحيى الإنسان وبفقدانها يموت ينبغي أن تشبع بمستوى معين من الأعمال وهذه الأعمال التي تشبع الروح هي العبادة التي لها علاقة بالله وحده وليس لأحد غيره. طيب دكتور تهامي وأختم معك ثم أعود لأختم كذلك مع الدكتور نور الدين فيما يتعلق بعملية الشكل هذه اللي حكى عليها المتصل الحاج الأخضر أنه ما فيش إسلام هو قال يقصد أنه ما فيش حقيقة وهذا ربما هي حقيقة كذلك في واقع المسلمين اليوم أليس كذلك؟ دكتور ماجوري إذا اهتديتم. نعم لم أكن أسمع دكتور تفضل. فالأصل الرسول يعني الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا على مستوى الأفراد ينبغي أن ننشغل بما علينا بالواجبات التي علينا أن نقوم بها ولا ننشغل بما يفعل الناس. بزاف عشان يقطع الزيت ويخافوا بزاف عشان يقطع الطماطم ويخافوا بزاف عشان تختفي البطاطا يطلع راسه. لكن لما يعرف انه هناك شعب يستطيع ان يستغني عن كثير من الامور واضح محاربه بالفساد حينئذ تختفي الكثير من الاحتكارات. اما بالنسبه للسلطه لا تحارب السلطه هي السلطه في حد ذاتها تحتكر في جانب اخر فلا يمكن أن محتكر أن يحارب محتكرا. شكرا لك دكتور تهامي ماجوري الباحث في الشريعة الإسلامية كنت معي من الجزائر. دكتور ندير زمام ما أسباب هذا الانفصام في الشخصية التي يعيشها المسلم الآن؟ عنده أكثر من شخصية حقيقة، شخصية مثلا في بيته، شخصية في الشارع، أخرى في المسجد وأخرى في العمل. لماذا
لا ليست هناك مسطرة يقيس بها الإنسان سلوكه في كل مكان كما كان يحكي، فما عادش فيه إسلام بمعنى ما عادش فيه سلوكيات حقيقية، ليس ما عادش فيه أخلاق حقيقية إسلامية، فيصلي ولكنه في نفس الوقت ممكن يحتكر، ممكن يغش، ممكن يكذب، ممكن يتجاوز على حقوق الناس، لم تعد الصلاة تنهى الناس عن الفحشاء والمنكر. طبعا إذا تكلمنا على العموم طبعا دون تصنيف لأن التعميم شوية خطأ، إذا تحدثنا على العموم قلوا أن مصادر التلقي ومصادر التأثير كثرت يعني في هذا العصر، الإنسان يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني هذا عصر فتن وتأثيرات كثيرة. الإنسان إذا أراد أن يبقى على إنسان يعني على موجة واحدة عليه أن يذهب ويبتعد على كل هذه المصادر، يعني يعيش في الريف مثلا أو في الجبل، سوف يجد نفسه على مزاج واحد وسيجد أن مزاجه لن يتغير إذا أصبح مسرورا ومؤمنا، يمكن أن يبقى على هذه الحالة إلى المساء. أما إذا كان يعيش في المدينة ونتيجة تأثير هذا التأثير الكبير لابد أن تحدث له حالات كثيرة، والمطلوب المطلوب أن يوطن نفسه، والمطلوب أن يكون هناك وعي كبير جدا، وهناك يكون تثقيف بأن يستطيع الإنسان أن يتحكم ليس في نفسه فقط، ولكن أن يستطيع أن يكون هذا المجرى تاع الشعور يجري بالطريقة التي يريد هو، وليست الأهواء والأحداث والعواصف والأسهام التي تأتي من هنا وهناك. ولذلك الأمر يختلف يعني، ولا نستطيع أن نعمم هكذا. أنا أريد فقط إذا كان سمحت لي فقط رد على الذي قال أن باب، لماذا تجعلون باب التوبة يعني مغلوقا عن النظام إذا سمحت؟ يعني أنا أقول أن يعني أنا أشبه النظام بجناحي الذبابة، يعني هناك جناح سام وهناك جناح فيه الشفاء، يعني هذا وإن كان حديثنا يقال أنه ليس صحيح يعني علميا ولا حتى دينيا، يعني البعض يقول ذلك، يعني هناك جناحين، نحن نتمنى نحن باب التوبة مفتوح لهذا الجناح السام، ونطلب من الجناح الآخر أن يكون أقوى وأن يستطيع أن يعني أن يؤثر تأثيرا سلبيا، ولا يبقى الأمر على ما هو عليه، لأن هناك ستكون هناك آثار كبيرة جدا ليس على معاش الناس فقط وعلى حياتهم اليومية، ولكن ستكون تأثير على روحانياتهم وتأثير على الأجيال القادمة وعلى البيئة وعلى كل شيء، كل شيء سيتأثر إذا لم يكن هناك يعني الأيادي البيضاء، ولم يكن هناك الناس الصادقين والذين يصمدون. أنت تعرف دكتور في علم الاجتماع يقول ابن خلدون الظلم مؤذن بخرام العمران، يعني أي نعم أي ما أكيد، هو طبعا ابن خلدون أخذها عن العلماء الفقهاء السابقين، وحقيقة أن الظلم بكافة أشكاله الاقتصادي والاجتماعي صحيح. والسياسي والحقرة اللي يقولوا عليها الجزائر الحقرة على كل نعم. اللي هي قمة الظلم، أنه سيؤدي إلى خراب العمران، معناته إلى الفوضى وإلى الإحباط وإلى خروج الناس بشكل أنا لا أتحدث عن الخروج المنظم طبعا، بشكل فوضوي، خروج المرأة عن تقاليدها، وخرج الابن عن طاعة والديه، وأشياء كثيرة مؤلمة، والحل هو دفع هذا الظلم ويعني تجفيف منابع الفساد والحقرة والاحتكار. شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين زمام المختص في علم الاجتماع، كنت معي من بسكرة. شكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم في مواعيد أخرى. دمتم في رعاية الله، ونقول لكم مرة أخرى رمضانكم مبروك، وتقبل الله منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.